خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد كنا نتطارح بالامس شيئا من فوائد المنهج في التعبد بيننا وبين السلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين ذكرنا اشياء وتتمه الكلام وقد كنا تحدثنا عما يتعلق بانهم عرفوا قدر الدنيا من الاخره وأنهم وضعوا الدنيا حيث وضعها الله سبحانه وتعالى فلم يرفعوها فوق القدر الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى وتأملوا في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلموا لأي شيء استعمرهم في الأرض ولأي غاية استخلفهم فيها وهو أن ينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون فكانوا يعملون على الذي يرضيه ويتصدقون على الذي يوافقون شرعه وإرادته الشرعية سبحانه وتعالى كانوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة تتوافق معاني القرآن وطلبات القرآن مع أهوائهم فيسوقون نفوسهم إلى مراض الله سبحانه وتعالى بغير تكلف لما يسوقونه طواعية وإقبالا تشوقا لا كطاعة المتسخطين المتدمرين الذين لا يرون الشرع إلا تكاليف شاقة ولا يرون ما وراء ذلك من الخير لهم فإن الذي يعمل بما شرع الله تعالى ويأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى إنما ينحت سعادته في الدنيا والآخرة وإنما يخط رسم نجاته في الدنيا والآخرة وهو أول من يستفيد من هذه العبادة التي يأتي بها فالإسلام في الحقيقة عند الصادقين الحذاق الأكياس يرون الإسلام ويرون الشرائع الإسلام يتحقق رغبة نفس لكن تحقيق لرغبة النفس المطمئنة التي تنفر من الحياة البهيمية الفارغة عن حياة الروح كما ينفر الأشياخ الكبار العبث الصبي الصغار فتجدهم لا يرون شعبة من شعب الإيمان أو الإسلام إلا ولجوا فيها واتخذوا لهم فيها دخيلة يشاركون فيها ويضربون فيها بسهم ولا يتركون شيئا يقدرون عليه بمال او بدن او حتى بنيه الا وشاركوا فيه فتجيئه او تجيء عصبه الصحابه رضي الله عنهم الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد شاركوا في شعب الايمان
اجتهادا واستباقا إلا شعبة أعيتهم لأنهم يفتقدون آلتها. قال يا رسول الله إن الأغنياء من إخواننا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويحجون كما نحج، لكن لهم فضائل أموال يتصدقون بها ولا أموال لنا ما تصدقوا بها. يتأسفون أن يفوتهم إخوانهم بشعبة من شعب الإيمان لأنهم لا يستطيعون مجاراتهم فيها لأنهم فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم بما يسد الخلة: سبحوا كذا واحمدوا كذا وكبروا. فعين لهم ألفاظا من ذكر الجلالة يذكرون بها ربهم ليدركوا ما بين وبين هؤلاء المتصدقين بفضائل أموالهم من المفاوز. فسمع الأغنياء المقولة فسبحوا كما فعلوا وحمدوا وهللوا وكبروا فرجعوا يشتكون. وهذا الذي دندنا حوله أمس، أن الناس يراجعون ويشتكون ويترددون في أمور دنياهم أكثر مما يترددون في شؤون آخرتهم. هؤلاء يأتون يشتكون ويسألون ويستفتون كيف ندرك أقواما يخرجون الأموال، وليس كيف ندرك أقواما يدخلون الأموال. نريد أن نلحق بأقوام يخرجون أموالا من جيوبهم، أما أكبر هم الناس اليوم كيف يلحقون بأقوام يربحون أموالا ويدخلون أموالا. وشتان بين المنزلتين، وليس هناك سبب في الفرق بين التفكيرين إلا الفقه وإلا قوة الإيمان واليقين في موعود الله سبحانه وتعالى واستحضار الآخرة كأنها رأي عين، كأنهم يرون الموازين قد نصبت والصراط قد وضع والجنة قد تهيأت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفقد الله يؤتي من يشاء. قرأوا القرآن قراءة صحيحة فوجدوا الله سبحانه وتعالى لا يذكر الدنيا إلا محذرا من الاغترار بزينتها واللهث خلف زهرتها: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فيحذر من الاغترار بها ثم يصفها لهم بأوصاف تبعثهم على التيقظ من أن يكون ممن يساقون خلفها ولا يدرون أنهم يسيرون إلى مصرعهم وليس إلى موقعهم. فيصفها بأنها حياة لكنها دنيا، دنيا سافلة هابطة. ويصفها القرآن مرة بأنها متاع، والمتاع هو كل نعيم زائل لا يدوم. لهذا في الدعاء النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. هذه صفة كاشفة وتقييد لهذا النعيم الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، النعيم الذي لا يحول ولا يزول. فإن في الدنيا نعيم لكنه يزول. ويصف القرآن بأن متاع قليل بموازنتها بمتاع الآخرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما تنفع في الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم حين يذكر الآخرة غير الحاضرة يجليها على حقيقتها ويشوق إليها ويزيل الحجاب عنها وهي مختبئة خلف غلاف الموت، فيقول عنها بأنها دار القرار الذي لا رجعة منه، وبأن دار المقام الذي أحلنا دار المقامة من فضله والإقامة لا يتحولون عنها، ودار السلام ودار الخلود وغيرها من الأوصاف التي يخلع عليها الله سبحانه وتعالى
كي يشوق إلى النفوس ذوات الهمم العالية. لكن مع ذلك حينما يستمع القرآن على غير وجهه بقلوب غير حاضرة هائمة متوزعة متشتتة في كل وادي من أودية الدنيا لا يمكن أن يحصل الأثر المطلوب. يسمع القرآن وينصرف عنه خاسرا، لا ينتفع بوعظه ولا يستفيد من تذكيره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي يقف في الصلاة بأذن غير حاضرة غير واعية بقلب غير شهيد للغافل فإنه غير يستفيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربهم النبي صلى الله عليه وسلم ورب من يأتي بعده، لكن ربهم فاستجاب، وكان مما ربهم عليه مما ينبغي التنبه إليه أيضا حين إرادة موافقتهم في منهجهم في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدينونة له بما أنزل من الإسلام، ملاحظة عظم الله سبحانه وتعالى وملاحظة آلائه ونعمه سبحانه وتعالى. فإن القلب إذا امتلأ بالهيبة وبالتعظيم لله جل وعلا تباركت أسماؤه مع حمد المنعم والنظر فيما يحيط بك مما يكلأك ليل نهار من نعمائه، فإن ذلك يبعثك على أن تصحح عبادتك. أما العظمة فالله قد تعرف لعباده في كتابه بالصفات العلى والأسماء الحسنى ليعرفوه، فيعرفون من هذا الذي يأمرهم وينهاهم. وحينما تنظر في هذا الكون الذي يحيط بك ترى العظمة في كل شيء. وإنما يريد الله تعالى بما يذكر من خلقه أن يعرف الناس عظمة هذا الذي لا يرونه ولكنهم يرون أثر عظمته، كما يرون فيما يتعلق بالنعم أثر رحمته، كما قال الله تعالى فانظر إلى آثاري، وفي قراءة إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قل لك انظر إلى آثار رحمته، فكيف إذا رأيت رحمته كاملة يوم القيامة؟ وهذه بعض آثار رحمة في الدنيا، كذلك انظر إلى آثار عظمته سبحانه وتعالى. وإن كنا لا نراه ونؤمن به سبحانه وتعالى غيبا، لكن حينما نرى هذه العظمة المحيطة بنا مما خلق الله سبحانه وتعالى ومما يكثر ذكره في القرآن ويكرر القرآن ويبدئ ويعيد في ذكر عظم خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فليتأمل وينظر، حين ننظر في أثار عظمته سبحانه وتعالى فإننا سنعبده كما لو كنا نراه إحسانا. وكذلك حينما ترى نعمه التي تحيط بك فأنت لا تطعم ولا تطعم إلا من رزقه، ولا تكسى إلا من ستره، ولا تسلم من الألفات التي تحيط بك في مصدحك وممساك إلا بإنقاذه سبحانه وتعالى. فكيف لا يستقبل العبد ربه سبحانه وتعالى بقلبه عابدا حامدا وشاكرا. امتلأت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بملاحظة هذين المعنيين فأقبلوا على الله بكل خفة، لا يعبدون عبادة التسخط والتمرد إنما يعبدون عبادة الإقبال والرضا والفرح. ذكر سعيد بن منصور هذا من الطرق التي فيها
فإذا أنا وكعب الجراح إمام المحدثين في زمانه الذي كان يقول على عبد الله بن مبارك إمام العراقين صدري الكوفة والبصرة ولا يسهل في ذلك الزمان أن يكون إمام العراقين لأن العراقين مجمع المحدثين وموئل أو موئل الفقهاء والعلماء والأكابر من أصحاب المحابر فهذا إمامهم وكان معروفا بالزهد والتقوى رحمه الله تعالى إلا أنه كان من صفته أنه كان سمين البدن كان سمينا فدخل إلى مكة قال سعيد بن منصور فلقيه فضيل بن عياض والفضيل بن عياض هذا رجل ممن إذا جلسوا في مجلس امتلأ تعرفون الرجال الذين إذا جلسوا في مجلس امتلأ وتحس بأن المجلس فيه زحام شديد من ثقلهم وعظمتهم فالفضيل إذا ذكر في أثر امتلأ الأثر فخامة كان معروفا بعبادته وعلمه وفضله رحمه الله تعالى ومن رجال الإسلام العظماء دخل وكع بن الجراح إلى مكة فلقيه فضيل بن عياض وكان يسمع به هو حري أن يسمع به ممن تسبق أخبارهم آثارهم فقال له لما رآه سمينا ولم يره من قبل معمور شف تسمع لي العبادة والزهد وكذا كان معمور من شفه غليظ عادة الناس يقول هذا الإنسان معروف بالصيام والقيام هذا يكون ضعيف من العبادة لكن لا يلزم ذلك فلم يكن وكيع بن الجراح وحده العظيم في الإسلام الذي كان سمينا محمد بن واسع أيضا كان سمينا وكان يقول فيه الشافعي ما رأيتم خيرا في سمين قط إلا أن يكون محمد بن واسع خصوصا في زمننا الذي يكون فيه السمن مرضا لا يتكسب المرء درجته يعني مش من فقط الماكلة بشتي ولا عبد لكن إذ وقد جاء الذم للذين يتسمنون كما في بعض روايات حديث خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون يحلفون ولا يستحلفون في رواية يظهر فيهم السمن وفي رواية ويتسمنون يعني أنهم هم الذين يكثرون الأكل حتى يظهر فيهم السمن إشارة لوجود اقتصاد وعدم مداومة على الشبع أقول فقال له فضيل بن عياض أفيك هذا السمن وأنت زاهد الكوفة هل أنت الذي يقال عنك أنك زاهد الكوفة يكون فيك مثل هذا السمن فأجابه هذا الجواب الذي قصدته بذكر الطرفة فقال له هذا من فرحي بالإسلام قال سعيد بن منصور أفحمه يقول هذا الذي ترى من ضخامة جسمي هذا من فرحي بالإسلام شو يعرف فرحان تحلو الشاي قال هذا من فرحي بالإسلام ولم يراجع الفضل من عياض لما أجابه قلت ينبغي أن تكون العبادة رحمك الله أن تكون فرحا بالإسلام وفرحا بما أنعم الله تعالى علينا به من هذا الفضل العميم صلاة وصيام عبادات كلها تطهير للنفس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام إياك أن تظن أنه كان وهو قائم يعاني الآلام ويكابدها وتشغله وتستوقفه آلام القدمين وهما تتورمان أبدا لم يكن وقوفه صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه كما يقف ذلك الذي يوقفه الأستاذ في زمن مضى لا أدري لا يزال في آخر الصف عقوبة لو يبقى قائما يراوح بين قدمي استراحته كلا إنما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من استرداد مناجاة الله تعالى ومن الغذاء الروحي الذي يغذيه بالله سبحانه وتعالى هو في جوار قدسه وفي رياض طاعته وذكره سبحانه وتعالى ما يشغله
عن ألم القدم وتورمها. وكذلك كان الصحابة رضي الله في عبادتهم كانوا يجدون للتعب في سبيل الله لذة. وهذا عبد الله بن عمر قبل أن تغادر روحه جسدها يقول وهو في مرض موته: والله لا أبكي على الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشهار. لا يبكي على الدنيا عند مفارقتها لأجل أنه يريد أن يطول أمده لتجارة أو زرع أو غلة، إنما يبكي كما يحكيه. قل إنما يبكي على سهر الليالي في القيام، على ظمأ الهواجر في الصيام. هذا الذي يأسف لأجل عند مفارقته الدنيا، لأنه يتمنى لو أنه زيد في عمره ليزيد في الخير وفي الطاعة، ليري الله تعالى من نفسه خيرا. فكانت عبادته وهم يرون عظمة الله تعالى، كانت عبادة رهبة وعبادة رغبة في دخول في جناب الله سبحانه وتعالى فرارا منه إليه، كانت عبادة حب، كانت عبادة شكر على الذي أولاهم من النعم وأسبغ عليهم منها ظاهرا وباطنا. فحينما نحن من كسل وعجز وفتور، فلسبب وبسبب غياب هذه المعاني عنا، نحن لا ندري حين نسبح من نعامل ولا نقدر حق قدره، ونحن نسرع في التسبيحات وناتي بالذكر الخالي من المعاني وبالصلاة الباهتة التي ليس فيها خشوع. في عيش المسلم دهرا لا يدمع ولا يخشع ولا يبكي ولا يرهب إلا أحوالا بين أزمان متباعدة. ولا يستطيع المرء أن يصل إذا كانت الحال هكذا. ومن المنهج في التعبد الذي كانوا عليه أنهم رضي الله تعالى عنهم لا يفكرون في العمل فقط، وإنما يفكرون في إصلاح العمل. كيف يكون هذا العمل الذي سيقومون به؟ ثم يفكرون في إصلاحه بحياطته من أن يبطل أو يفسد، فيحسنون نيته في العمل، ثم يأتون به موافقا للسنة مليئا بمعاني الإيمان جسدا وروحا، ثم يحيطونه بما يحفظه من أن يبطل عنه ذلك العمل، فيلقون الله تعالى يظنون أنهم فعل خيرا فإذا بهم يظهر الله من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون من بوار أعمالهم وكسبتها. أما ما يتعلق بالنية، فيمر الرجل على بعض الصالحين من السلف فيقول: هلم إلى جنازة. ليس السبب قال: يا الله لكن أحد جنازة. فيتوقف يقول: انتظر قواقف شوية. ثم قال: يمضي بنا. لم يرد. قال: لما توقفت وسكت؟ قال: استحضرت نيتي بتحقق فعلا أنهم اللي قال لي فلان يا الله أنه يمشي مش حيف حشمان من هذا الغيب ولا هذا عجزان، هذا ما عندوش غرض بالجنازة، ما عندوش غرض بالغيبات، لا، وإنما ينبغي أن يتحقق أنه سوف يمضي استجابة وطلبا لرضا الله تعالى وطلب الأجر. فكانوا يتحققون في نياتهم أن العمل إذا غابت عنه النية لا ينفع. ثم إصلاح العمل لابد أن يكون موافقا للسنة، وأن يكون العبد فيه متبعا يعبد الله تعالى بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل أصل عظيم، كثيرا ما يدندن حوله أهل الاتباع، لأن العمل بدون
اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يساوي شيء. وإن كان بعض الناس قد يؤجرون في هذه الأعمال على نياتهم إذا كانوا جهلة، الإنسان يدير واحد عمل وليس من السنة بل هو بدعة، وينوي التقرب إلى الله ونيته خالصة لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا بغضة، لكن لجاهله فعل بدعة يظن أنه يتقرب إلى الله. إذا كان جاهلا ما لقاش اللي يسول، ما لقاش شي واحد أعلم منه لا غير شبيه ولا هذيك راه بدعة، كان جاهلا يعذر بجاهله، هذا العمل لا يؤجر عليه لأنه ليس من الإسلام، لكن يؤجر على نيته بشرط أن يكون جاهلا أو متعودا، أن يكون عنده عذر. أما اللي لقى اللي يعلمه يقول هذه سنة وهذه بدعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان ممن يفهم ما يقال له. ثم لابد أن يحرص المرء على أن لا يفسد عمله بشيء مما يبطل العمل. ربما يأتي الرجل بعمل صالح لكن يتبعه بسيئة تذيب عنه ذلك العمل. كنت ذكرت لكم مرة من المرات أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في غزوة مع الصحابة رضي الله عنهم في جهاد، فمروا بطريق ضيق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى أو وضع أذى في طريق المسلمين فلا جهاد له. عمل يبدو بسيطا، رجل يلقي في طريق المسلمين شوكا أو حجرا أو شيء مما يؤذيه أو يتغوط في طريقهم أو شيء من هذه المؤذيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل الذي يراه المرء هينا يكون سببا في إبطال أجر جهاده، مع أن الجهاد ذروة سنم الإسلام، وهذا الخارج الذي وضع هذا الأذى في طريق المسلمين هو خارج إلى الله يبتغي وجه الله، خارج ليقدم نفسه وروحه ومهجته، ومع ذلك يبطل جهاده إذا فعل مثل هذا العمل. فينبغي الحرص، لا كما يفعل كثيرون، يخلط العمل الصالح بالسيء ولا يبالي، ويقول هذه تمحو هذه، وما أدراك، لعلك تفعل سيئة ثم تتبعها حسنة ثم سيئة ثم تقول أتبعها بحسنة تمحوها. الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لابد من تقييد الحسنات هنا للعهد، الحسنة الكاملة، الحسنة المقبولة. من أدراك أن تلك الحسنة مقبولة ستمحو بها تلك السيئة؟ من أدراك أنك جئت بتلك الحسنة على أكمل وجه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة، إن الذي صوم نهار عرفة تغفر لي الذنوب ديال السنة اللي فاتت واللي جاية. تكلم العلماء في هذا، قالوا إذا صوم نهار عرفة تغفرت لي الذنوب ديال السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية، هذيك اللي جاية العام الجاي راه تكون هي اللي فاتت، فإلا تغفرت في ذاك العام كيفاش غنصوم وغتغفر لي عاوتاني؟ يقول يا الله العجب، إذا جاء الحسنة يقول ابن القيم التي تمحو له غير واحد السنة في نوال، قل أي حسنات يحتاج لكي تمحو لكي تكون قادرة على المحو؟ هو صام كاع ولكن ذاك الصيام فيه غيبة، فيه تحدث عن الناس، وفيه عدم غض البصر، صايم ولكن اللي دازت يشوفها لابسة ولا ما لابسة، وفيه وفيه من الآثام التي تجعل هذا الصيام صحيحا فقها لكنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. العبرة تقبل الأعمال بالتقوى كما يقول الله إنما يتقبل الله من المتقين، وهذه جمعت كل خيرات الله، لأن التقوى جماع الأمر وملاكه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
يقول فيروز عبادي رحمه الله تعالى في بصائر دول التمييز في غطان في كتاب عزيز، وإن كان معروفا بالقاموس المحيط في اللغة لكنه هذا الكتاب في التفسير، يقول عن هذه الوصية، وصية الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لما أوصى بها الأولين والآخرين ولم يزل عليها غيره، لم يزل عليها غير وصية واحدة فقط، أن اتقوا الله، فلما اقتصر عليه ولم يزل عليها، علم أنها محض كل نصح وخير وإرشاد وتأديب وتعليم وسنة، كل الخير فيها هذه الوصية أن اتقوا الله، وأنه لا متجاوز عنها ولا مقتصر دونها، كل الخير فيها، يحرص الله على تحصيل التقوى. قد أوصى بها في موضع آخر بشكل آخر حين قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى خير الزاد، من كان متقيا كانت أعماله حرية بأن تقبل، وكانت أعماله حرية بأن تحفظ من أن تحفظ. وهذا من الفوارق أيضا بيننا وبينه في منهج التعبد، تأتي ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان فيش تهجر العبد فيها لما جاء من التحفيز عليها في نصوص الشرع، لكن ماذا يفعل إذا خرج؟ يأتي بسيئات كجبال تهامة ينقض بها غزلة ويمحو بها أثر حسنة، فيعود خاوية بفضل، لا مزية تذكر ولا حسنة تشكر. وكذلك تأتي العشر الأول من ذي الحجة يحسن فيها العمل ويجتهد عشرة أيام، ثم إذا خرجت يعود إلى ما كان عليه، فتعود حليمة إلى عادتها القديمة كما يقول. وهناك فوارق أخرى غير هذه بيننا وبينهم في منهج التعبد، لعلنا نتحدث عليها غدا إن شاء الله تعالى مع بعض حتى الأطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أسأله أن يفقهنا في ديننا، أسأله أن ينفعنا بالقرآن، واجعلنا ممن يقتفي أثرها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لا يتجاوز حدها ويحفظ حدودها، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.